أيضا يقول: هل يجوز لغير المسلمين وهم المشركون والشيوعيون دخول المساجد؟ فهناك من يقول يجوز لهم دخول المساجد، لعل نرجو الإفادة لعل الله يهديهم، وهناك من يقول لا يجوز لهم. أما المسجد الحرام فلا يجوز دخول المسجد الحرام لجميع الكفرة، اليهود والنصارى وعباد الأوثان والشيوعيين، جميع الكفرة لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام، لأن الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المسجد نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الآية. فمنع سبحانه من دخوله المسجد الحرام، والمشركون يدخل فيهم اليهود والنصارى عند الإطلاق، فلا يجوز دخول أي مشرك المسجد الحرام، لا يهودي ولا نصراني ولا غيرهما، بل هذا خاص بالمسلمين. وأما بقية المساجد فلا بأس بدخول مسجد الحاجة وأصلها، ومن ذلك المدينة، وإن كانت المدينة يعني لها خصوصية، لكنها في هذه المسألة مثل غيرها من المساجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط فيها ثم أثاله كافر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر وفد ثقيف حين دخلوا مسجد قبل أن يسلموا، وهكذا وفد النصارى دخلوا مسجد عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن يجوز دخول المسجد النبوي المشرك، وهكذا بقية المساجد إذا كان لحاجة، إما لسؤال أو لحاجة أخرى أو ليسمع درس استفيد أو ما أشبه، أو ليسلم ليعلن إسلامه أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أنه يجوز دخوله إذا كان هناك مصلحة، أما إذا كان ما هناك مصلحة فلا حاجة إلى دخول المسجد، أو يخشى من دخوله عبث في المسجد أو فساد في المسجد أو نجاسة، يمنع.